كم على الهواء مباشره من استديوهات 218 نيوز في البلاد. نبي نبدا معاكم قبل ندخل في الموضوع مباشره بخبر. خبر عن الجاليه الاخوانيه التركيه في ليبيا، الاخوان المسلمين والاسلاميين مع شويه برلمانيين، البرلمانيين اللي قاعدين يعتقدوا الان لسبب ما انهم دايرين برلمان ويمارسوا في عمليه ديمقراطيه وهم قاعدين في احضان المجموعات المسلحه ومجالس الشورى في العاصمه طرابلس. ندخل مباشره في الخبر وصل وفد من مجلس النواب برئاسه بوزعكوك الى انقره الاجتماع بالمبعوث الخاص لاردوغان الى ليبيا امر الله إيشلر وعدد من نواب حزب العداله والتنميه التركي خبر مختصر وجيز جدا يلخص في حاله الجاليه الاخوانيه اللي موجوده عندنا في ليبيا وفد من مجلس النواب المستمتعين بديمقراطية الميليشيات والسلاح قاعدين عند خوتهم الايديولوجيين الاسلاميين في تركيا. تقدر تقول لنا هذه تصفها انها هي مشاكل عائليه، نحن الليبيين ما لناش اي علاقه بها. اسلاميين في بعضهم اخوان مسلمين يبحثوا قاعدين ويتناقشوا في مستقبل افكارهم ودعوتهم الدينيه المتطرفه. نواب مقاطعين. لو كانوا يشوفوا صورهم وحتشوفوا من اللي كان حاضر ومن اللي كان قاعد نحن نتأمل هذه الصور العظيمة لموجود واحد من أكبر المتطرفين والمتشددين المقيم بشكل دائم في تركيا علي سباعي عضو مجلس نواب مقاطع وإسلامي متشدد متطرف يدعم في الإرهابيين الإسلامي الداعم لكل أشكال التنظيمات الإرهابية في ليبيا طبعاً كل كلهم قاطعوا لأنهم لقوا أنفسهم فجأة في مدينة ليبية في 2014 مدينة ليبيا ما عندهمش فيها لا سلاح وما عندهمش فيها أي نوع من أنواع المجموعات المسلحة والميليشيات، فقرروا أنهم يقاطعوا. ما يقدروش عادي يمارسوا سياسة من غير سلاح. تعودوا من فترة طويلة من فترة المؤتمر الوطني. زي وضع لبنان زمان. كان السياسي في لبنان السياسي اللي ما عندهاش ميليشيا ما يقدرش يشتغل أو يمارس السياسة. لازم ما تكون عندك ميليشيا وتشكيل مسلح عشان تقدر تشتغل سياسة وتخش في السياسة وتفرض نفسك في المعادلة السياسية. لكن الاخبار هذني ذكر فيها بحاجات انا والله ناسي تماما ان في برلمانيين قاعدين جنبا الى جنب مع المجموعات المسلحه ومع مهربي البشر ودارين برلمان في العاصمه طرابلس نسيها تماما القصه هذه ولكن مره مره تطلع في اخبار زي هذه تذكرك ان راهو في 15 والله 20 نائب قرروا ان هم يعطونا نموذج عن مقاربه الحاله الميليشيويه المسلحه مع العمل الديمقراطي ثنائيه لا اتوقع أنها هي تصير في اي مكان في العالم على نفس خطى المؤتمر الوطني العام اللي تطور وتحول لمجلس دولة يعتبر الذراع السياسية للأخوان المسلمين في ليبيا ورئيس خالد المشري يعتبر المندوب السامي للرئيس الإسلامي أردوغان مفيش حد متذكر الآن إن في برلمان جديد منشق قاعد في العاصمة طرابلس وقاعدين العشرين نائب هضم المقاطعين أو الحرجانين سميهم زي ما تسميهم دارين برلمان صغير على مقاسهم وعلى مقاس تطلعاتهم وطموحهم برلمان صغير يدعم به في المجموعات المسلحه وفي روايه اخرى يدعم به في الثور. طبعا هذا يمشي بك لابشع سلوك. ابشع سلوك تعلم السياسي الليبي هو سلوك الامر الواقع عشان هو يقعد في المشهد. زي ما دارها المؤتمر الوطني العام اللي تو اسمه مجلس الدوله، كيف قاعد مجلس الدوله؟ عن طريق الامر الواقع. المؤتمر اللي فيه المشري وغيره من الذين يمتلكون من صحة الوجه ما يجعلهم يقعدوا ويحكموا للأبد من غير ديمقراطية ومن غير إرادة أو من غير إذن الليبيين زي المشري خالد المشري عضو المؤتمر الوطني السابق اللي رفض الديمقراطية وتمترس وراء سياسة الأمر الواقع وتحولوا لمجلس دولة كلها مع بعضهم هم والسويحل والمجموعة هذه نفس السلوك البشع المرتبط بصحة الوجه يديروا فيه الآن النواب اللي قاعدين مجتمعين في طرابلس يقول لك عاد خلينا بس نجتمعوا ونصدروا بيانات مره مره كأننا نحن مجلس نواب حقيقي وكأننا نحن سلطه تشريعيه حقيقيه وشوي شوي تو ينتبه العالم وحتنتبه البعثه الامميه وتبدا تحكي معنا والتحاور معنا والمجتمع الدولي عاد بعدين حينتبه لها العشرين نائب اللي قاعدين غرقين وسط تحالف الوفاق اللي كله فوضى في فوضى فوضى سلاح وبلطجه حينتبه العالم فجأه انه راهو في برلمان منشق في طرابلس وفيه سياسيين عباقره يشتغلوا في سياسة تحت قوانين عالم السلاح والمجموعات المسلحة لكن هذا كله طبعاً مش حيصير لا يمكن أن يصير لا يمكن أنه يحدث لأن مكانه فقط في الخيال السياسي المريض إذا كانت البعثة الأممية والمجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية كلهم تجاوزوا ما يسمى بالاتفاق السياسي والأمور تغيرت تماماً الآن كيف تبي تتخيل أن 15 نائب ولا 20 نائب من نوائب الدهر أنهم ربما يقدموا شيء مفيد لليبيا لي أو ربما يقدموا شيء مفيد للعالم بعدين في سؤال النواب الآن اللي خذينا أخبارهم جزء منهم المقاطع الإسلامي المتطرف اللي قاعد في تركيا واللي قاعدين في طرابلس النواب اللي اجتمعوا الآن أو جزء منهم المجتمع في طرابلس مش قاطعوا الجلسات في 2014 وقالوا نحن نمتثل لحكم القضاء الليبي ولا شيء أعلى من القضاء الليبي والقضاء الليبي هو الحصن الوحيد في ليبيا وينبغي احترامه إلى آخره شن صار عاد؟ الآن عاد لا في قضاء ولا في احترام للقضاء ولا هم يحزنون، أصبح البرلمان شرعي ويقدر يديروا جلسة في طرابلس. قول يا سيدي ما علينا. قول ما علينا، ناس مجتمعين في تركيا. الجالية الإخوانية الإسلامية الموجودة عندنا هنا ومبعوثين الأتراك اللي عندنا هنا وعوالة الإسلام السياسي وعوالة العثمانيين الجدد اللي قاعدين عندنا ماشيين مجتمعين غادي في طرابلس. تحالف الوفاق الان لما تجي تشوف الناس اللي موجودين فيه بسهوله تكتشف انه هو قاعد يراهن على الاتجاهات الخطا تركيا وقطر بس مرات تقول والله فعلا هم ناس مساكين شنو عندهم اصلا ما عندهم الا تركيا واردوغان الاعتراف الدولي بحكومه الوفاق اصبح هو والعدم سواء باعتراف فايز السراج اللي قال المجتمع الدولي تخلى عنا وفي لحظه معينه حتجي لحظه قريبه لحظه صفاء ميليشيوية لما تتأكد المجموعات المسلحة أن الاعتراف الدولي بالسراج وحكومته معش أصبح له أي نوع من أنواع المعنى السراج مش حيكون لي وجوده أيضا أي معنى في طرابلس حيتم إسقاطه وحيديروا حكومة حرب حكومة أمر واقع زي برلمانهم اللي فيه 20 نائب ومجلس الأخوان المسلمين أو مجلس الدولة بالمناسبة في مفارقة الآن لما اتكلم نبي بها اللي قاعدين الآن في المشهد ويتصدروا في مشهد تحالف الوفاق كلهم أعضاء مجلس نواب مقاطعين. السراج عضو مجلس نواب مقاطع بعد حكم المحكمة. فتح بشاغة عضو مجلس نواب مقاطع من البداية. كلهم أعضاء مجلس نواب مقاطعين الموجودين الآن. وعلى كل حال، والجماعة الآن المجتمعين في تركيا، نحب نبشرهم اللي قاعدين في تركيا الآن، إن أردوغان وتركيا مش في أفضل حالاتهم أبداً. وقريبا حيمشي بها اردوغان الدكتاتور الاسلامي الجديد العثماني اللي راسه معبى بالاوهام التاريخيه والايديولوجيه وقاعد يحلم باستعاده الوصايه الابويه العثمانيه على المنطقه العربيه حيمشي بتركيا في 60 داهيه خصوصا مع السلوك العسكري المارق وهجوم على الاراضي السوريه اليوم وعلى الاكراد. من ذهب شيرته والنواب العباقره اللي قاعدين غادي حتى هم من ذهب شيرتهم. كل يوم يمر والمعارك المستمره الان كل يوم يمر هذا فيها نوع من الاجماع المراقبين والناس اللي تتابع وما همش ليبيين وما همش عرب اللي يتابعوا يشوفوا انه مش حيكون لصالح تحالف الوفاق ابدا لسبب بسيط ووجيه وموضوعي. سبب بنيوي داخل تحالف الوفاق نفسه، بنيه تحالف الوفاق. سبب بسيط وسبب مباشر. ليش كل يوم يمر من المعارك حيكون سيء بالنسبه لحكومه الوفاق؟ بسيط السبب جدا. هو ان تحالف الوفاق الاصل فيه هي الخصومه. الأصل فيه هو الفوضى والتقاء الأخوة الأعداء في شغل رغاطة زي ما يقولوا بالمعنى الشعبي الدنيا كلها قاعدة الآن عند فايز السراج كلهم عنده ميليشيات ومجموعات جهوية ومجموعات مسلحة تتبع لمصراتة ومجالس شورى ومهربي بشر ومجموعات أبو عبيدة وقطع طرق ولصوص وقادة عصابات الدنيا كلها قاعدة عنده متوحدة فقط لقتال الجيش الوطني إطلاقاً ما فيش أي شيء ثاني يجمعهم لا دفاع عن ديمقراطية ولا دولة مدنية ولا يمكن يكون من المقنع أن المجموعات المسلحة اللي لها ثمان سنوات تسلك في ليبيا تؤمن بالحرية ولا بالديمقراطية أساسا ديمقراطية اللي يحكوا فيها بأي معنى إذا يحكوا عن حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي ومجلس الدولة هذه كلها أجسام غير منتخبة ديمقراطيا من الشعب الليبي فمفروض يتحشموا على وجوههم شوي وشرعية ما شرعية والاسطوانة هذه كلمة الشرعية في ليبيا كلام فاضي ما عادش في حد يحكي عليها. السراج نفسه ما عادش يحكي عن الشرعية. عرف ان الاعتراف الدولي هذا هو والعدم سواء وان المجتمع الدولي تأكدوا جماعة السراج ومستشاريه والمجموعة هذه تأكدوا ان المجتمع الدولي مش حيوقف الجيش. قضية منتهية. لكن مرات يطلعوا لك سياسيين مشكوك شوية في قدراتهم العقلية او يا سيدي في مهاراتهم السياسية زي خالد المشري امتاع المالية في المؤتمر الوطني السابق اللي يردد 24 ساعة في الشرعية زي ما كان يردد فيها الإخواني مرسي في مصر نفس الطريقة ونفس الهيئة ونفس اللحية ونفس الأفكار ونفس كل شيء كل يوم قاعدة تزيد التصدعات والانشقاقات في تحالف الوفاق في تحالف الفوضى الفوضى هي السمة الرئيسية فيه شوف الآن حط عليها أيضا وزيد عليها الصراع اللي قاعد سائر بين الأقطاب السياسية والوجهة السياسية للمسلحين الخلاف اللي بين بشاغة والسراج أصبح عاد منافس حقيقي بشاغة الآن حتى في الدوائر الدولية الخلاف اللي بين السراج والمشري الخلاف اللي بين بشاغة والمشري ليش الخلاف مع المشري تحديدا بشاغة مع المشري والمجلس الرئاسي مع المشري لأن مجلس الدولة الآن بالنسبة للمجلس الرئاسي ووزارة الداخلية بشاغة كثر على موصه بمعنى مجلس الدولة لما تتابع مجلس الدولة وجلساته وتصريحاته وكل شيء جسم سياسي قاعد وموجود وفرض نفسه تحت سياسة الأمر الواقع المستمدة من صحة الوجه زي ما قلنا يعني الآن والله تفت قبل ما نحكي شوي على مجلس الدولة والله تقول القصة هذه غريبة أنت الآن غير منتخب وقاعد بل داروا بعدك عملية انتخابية في 2014 وانت قاعد ومصر أنك تكون موجود مجلس الدولة الجسم الإسلامي تتأمل وتقول خلينا نشوفه ونتأمل السلوك السياسي لمجلس الدولة هذا الجسم السياسي اللي جاب الاتفاق السياسي تشوف مجلس الدولة في لحظة من اللحظات يتصرف كسلطة تشريعية ومرات تلقاه يتصرف كسلطة قضائية ومرات تلقاه يتصرف كمجلس مصالحة اجتماعية ومرات تلقاه يتصرف كسلطة تنفيذية ومرات تلقاه يتصرف كخارجية ومرات يتصرف كحزب إسلامي إخواني أغرب جسم سياسي ممكن تشوفه في ليبيا مجلس الدولة طبعا رأوا حتى كلمة جسم سياسي وصف سياسي هذا وصف نقول فيه جزافا وتنازلا والا هي لا سياسه ولا هي ديمقراطيه هذا لعب عيال زي ما نقول فيه دائما لعب عيال ولكن بتكاليف باهظه هذا هو الفرق صح لعب عيال وعبث لكن بتكاليف باهظه على كل حال الان كان هذا الخبر زياره النواب المقاطعين زيارتهم للباب العالي لتقديم الولاء والطاعه عند حكومه الاخوان المسلمين التركيه عندي خبر اخر خبر حتى هو مهم وهو خبر الاخبار الشارع الليبي كله قاعد يتكلم ويحكي عليه الصديق الكبير هو لما تتكلم الان ولا تسمع اسم الصديق الكبير فورا يلمع في ذهنك في كل وقت خصوصا المواطن او المواطن اللي قاعد نطوح قدام المصارف الجميع يتساءل ويسأل ويحكي عن المية مليون يورو اللي استوردها المركزي متاع الصديق الكبير وتم الكشف عنها أمس طبعا مش عن طريق المصرف المركزي اكتشفناها لأن الشفافية والنزاهة شيء غير موجود في المؤسسات الليبية إطلاقا غير موجود القصة بسيطة جدا وشنيعة جدا في نفس الوقت طائرة خطوط الأجنحة الليبية جاية يا سيدي محملة بمية مليون يورو مية مليون يورو هذا الصديق الكبير قاعد طبعا يلتقي بكل سفراء العالم في خلال شهرين تلاقى مع ألف مليون سفير ويتلاقى مع الغربيين ومع البعثات قصة غريبة عجيبة المهم مية مليون يورو قادمة من العاصمة التركية إسطنبول آه والأوراق مستعملة طبعا مش جديدة يوم أربعة في شهر ثمانية أغسطس اللي فات وثيقة متداولة وإلى هذه اللحظة مردش البنك المركزي لصاحبه الصديق الكبير ما ردش على صحتها من عدمها لا بالنفي ولا بالإثبات رغم أنها منتشرة انتشار النار في الهشيم ويرت نشوفوها الوثيقة عشان الناس تشوف أطلعوا الجماعة جايبين مية مليون يورو تخيل الرقم الآن مية مليون يورو رقم هائل والكبير مكلف أربع شخصيات اللي موجودين في الوثيقة الآن اللي تم الكشف عنها الشخصيات هذه هي اللي مشيت لتركيا عشان تدير الصفقة هذه خارج حدود الدولة خارج القانون وخارج معرفة الليبيين عملية توريد 100 مليون يورو من الورق المستعمل ما هو جديد الورق المستعمل ولك الآن أن تتخيل أغلب الخبراء الاقتصاديين معلقين على الجزئية يقولوا والله إن قصة الورق المستعمل هذه لها علاقة بمسألة استمرار الضخ في السوق السوداء واستمرار العصابات بتاع العملة الصعبة في نهب فلوس الليبيين باختصار من هم الأربع شخصيات حنقولوا أسمائهم عندك إدارة الإصدار من إدارة الإصدار مثلها محمد العالم وعندك من إدارة الأسواق المالية نادر ندير وعندك أيضا عادل جلبان ومن إدارة الإصدار عبد الحميد نشوان هذول أربع شخصيات من شغل تركيا ودوروا الصفقة بتاعت 100 مليون يورو الصديق الكبير اللغز الاسم اللغز المسؤول اللي لا يمكن يتغير ولو تغير كل شيء في ليبيا حتلقى الصديق الكبير قاعد ما تسالنيش كيف مدير المصرف المركزي ما تعرفش ليش حتجده موجود الغريب والعجيب الان ما هو عاد ليبيا فيها حاجات غريبه عجيبه العجيب ان الصديق الكبير عمره ما فكر بينه وبين نفسه انه هو يقدم استقالته في بلد تعرض لازمه سيوله مرعبه لاربع سنوات وما زالت مستمره. من غير ما الصديق الكبير هذا يقدم اي رؤيه او اي حل. عنده اكبر ازمه صارت. بقاء الصديق الكبير الان اصبح شيء من الغيبيات، من الايمانيات، لازم انت تؤمن فقط ان منصب محافظ المصرف المركزي خلق للصديق الكبير فقط، ليش؟ الله اعلم. الاقتصاد الليبي اختزل في شخص واحد فقط. في شخصية واحدة أخفقت في كل شيء ومع ذلك قعد هذه الشخصية هذا السؤال اللغز اللي ما فيش حد له حل من تسع سنوات الصديق الكبير ليش الصديق الكبير قاعد على رأس أكبر مؤسسة اقتصادية في ليبيا وليبيا لا أربع سنوات في الجحيم في أزمة السيولة المستمرة وفي أزمة الطوابير من غير ما يقدم هالعبقري اللي اسمه الصديق الكبير أي شيء أو أي حل أو أي رؤية شيء عجيب دي مخارج الاعلام تقريبا حتى رقم تليفونه ما حد يعرفه شخصيه مخابراتيه قاعده هيك في الظل ما تعرف انه هو الصديق الكبير الفلوس الصديق الكبير مآسي ليبيا تقول الصديق الكبير لكن موجود ما فيش اي قوه ممكن تقدر تغيره رغم كل هالاخفاق وطياح السعد ورغم ان اخفاق الكبير والبزنس نتاعه وتمويله للمجموعات المسلحه خلى الليبيه والليبي مطوح قدام المصارف رغم كل ذلك الصديق الكبير قاعد في منصبه زي القدر ليش الصديق الكبير ما زال محافظ مصرف ليبيا المركزي لماذا واحد يقول لك والله ما تسألش لأن نحن قلنا أن قضية الصديق الكبير أصبحت من الغيبيات لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم هذا شيء تم حكمه في حكم الغيبيات ليش الصديق الكبير محافظ مصرف المركزي هل في حد عنده إجابة؟ ما فيش حد عنده إجابة إطلاقاً لكن بما أننا ما عندناش إجابات لكن عندنا أسئلة أنا نبي نسأل الصديق الكبير سؤال واحد فقط شنو هي الأخبار بعد ما رفعت الراية الحمراء في نوفمبر في 2017 قبل سنتين لما طلعت وقلت والله إن الوضع المالي الاقتصادي للدولة سيء جدا قالها بالحرف الواحد قال نحن تجاوزنا جميع الخطوط ونحن نرفع الراية الحمراء شنو أخبار المئة مليون يورو لصالح حكومة الفساد والفاسدين اللي اسمها حكومة السراج والمجلس الرئاسي ومجلس الدولة والميليشيات والمجموعات المسلحة فساد في فساد فساد بعضه من بعض مبالغ هائلة مبالغ مرعبة والله مبالغ مخيفة اللي يقولوا فيها غير نحن تعودنا عاد تقارير هيئات الرقابية وتقارير ديوان المحاسبة عودتنا على الكوارث وعلى المصائب ملايين ومليارات زي السلام عليكم في شربة مية ريحاً مئة مليون يورو جن ومشن والله ما في واحد عارف وين ماشيت يا أيها الليبيين والله السراج وحكومته والصديق الكبير يسرقوا في ليبيا بوضوح ليبيا يسرقوا فيها مش حيخلوا فيها شيء طيران الاجنحه جايب 100 مليون يورو ما فيش حد سمع بهن والى هذه اللحظه ما ردش البنك المركزي 100 مليون يورو مش حشوف منها المواطن والمواطن الليبي اي شيء انا نراهنك هي جت في شهر ثمانية اللي فات في جمال الاحوال يكملوهن في ليله ال مليون يورو اجرام في اجرام شغل عصابات مش حكومات هذه عصابات البنك المركزي وإدارته ومجلس إدارته تحولوا لعصابه حقيقيه ناس مش متحشمين أبداً مش متحشمين لكن عندي سؤال في المقابل سؤال يطرح نفسه ليش عمرنا عمرنا ما سمعنا عن ميليشيا أو قائد تشكيل مسلح معترض على وجود الصديق الكبير وقال هذا المفروض ما يكونش موجود لماذا؟ ليش؟ الجواب حنخلوه لمخيلة المشاهد يعني كنت تسأل نفسك معقولة قاعد وسط فوضى من السلاح لمدة ثمان سنوات وكلهم راضيين عمرهم ما طالبوا بتغيير الصديق الكبير المجموعات المسلحة إطلاقا عمرهم ما طالبوا بتغيير الصديق الكبير فيش حد يعترض رغم أن عاد المجموعات المسلحة ديما يدلع وديما مطالبهم وجدات شيل هذا حط هذا نبو وزير دفاع نبو واحد مش عارف شنو والمجموعات المسلحه دينها هو الفلوس والمال الفلوس اللي اغدق عليهم السراج ملايين ومليارات افتحها سباق الاعتبادات في العاصمه طرابلس من اول ما دخلت حكومه الوفاق وكان طرابلس حظها سيء في اسوا حكومه مرت على تاريخ ليبيا السياسي واكثر حكومه فاسده في التاريخ السياسي الليبي خصوصا وزاره الخارجيه هذه حتسجل صفحه سوداء في التاريخ السياسي الليبي أكثر مكان فيه فساد شنيع مرعب خيوطها ممتدة في كل أنحاء الكرة الأرضية وزارة الخارجية بتاعت السيالة فساد في فساد لا مؤهلات لا ناس محترمة ولا ناس تعرف تشتغل والله جايبينهم من الشارع وحاطينهم سفراء وقناصل في عندنا سفير جابوه من الشارع وقاعد في دولة مهمة بالنسبة لليبيا جابوه من الشارع لا مؤهلات ولا له علاقة بالعمل الدبلوماسي ولا يعرفه هذه حكومة الوفاق الوطني مانيش عارف هالكلمة كلمة الوفاق الوطني ما زالت راكبة ولا مش راكبة لأن حكومة الوفاق أو حكومة فايز السراج أخفقت في الشيء وفي القضية اللي خلقت من أجلها الوفاق وجوهر الوفاق أخفقت فيها مرات حتى الإخفاق غلط أنك تستعبر تشوف والله تقول والله إخفاق إخفاق ما أنا حاول وما حاولوش أصلا ما أصبحت حكومة وفاق ولا أعتقد أن في حد يشوف ان حكومه الوفاق تمثل في الليبيين او الحكومه المؤقته بتاعت العبقري الثاني سيد عبد الله الثاني تمثل في الليبيين هذه الحكومات هذوم عصابات يسرقوا في ليبيا عمرهم ما كان حكومه فيش حكومه هيك ما فيش في العالم حكومات بهذه الطريقه ما فيش حكومات تجيب في ملايين ومليارات بالعمله الصعبه عندك مصرف مركزي جايب 100 مليون يورو حتمشي في حب الله ما كانش في حاجه صارت وما اعلنش عليها وما علقش لا بخير لا بشر داير وذن من طين وذن من عجين الصديق الكبير رغم أن القضية أصبحت رائعة عام وقلب الدنيا المصرف المركزي استورد فلوس مستعملة مش جديدة مية مليون يورو ليش فيش حد عنده إجابة الغاز يومية حتى بالصحافة الاستقصائية ما تلقاش إجابة ليش لأنك حتصطدم بشبكة من الفساد والفاسدين والمضللين شبكة حقيقية التفنن والذكاء والعبقرية كيف أنهم يضللوا الناس ويخفوا المعلومة تماماً خصوصاً في الفساد، شغل جهنم يديروا فيه شغل احترافي، لكن وين في الفساد؟ شبكة فساد حتصطدم بها مباشرةً لما تبي تسأل ولا تشوف تقول والله هالملايين كيف جن وين؟ وين مشين وين عدن؟ كل واحد يغطي على الثاني، حتى المختلفين سياسياً حتى النواب اللي يجتمعوا في طبرق تلقاهم يغطوا على جماعة قاعدين في طرابلس فلوس، القصة كلها فلوس والى هذه اللحظه عمرنا ما سمعنا مجموعه مسلحه قالت والله الصديق الكبير هذا غير صحيح ووجوده غير صحيح ما فيش حد يعترض عليه اعترضوا على السراج اعترضوا على الدنيا كلها لكن الصديق الكبير هو الشخصيه الوحيده الذي لا يعترض عليه احد رغم ان مجلس النواب اقال السلطه التشريعيه في البلد دروا جلسه أقاله ورفض وقاعد وموجود موجود قاعد لكن طبعا الامور بدات تتغير الان انت تحكي على مرحله ما قبل الاتفاق السياسي الان الامريكان تلاقوا مع الحبري زي ما تلاقوا مع الصديق الكبير هذه سابقه نوعيه وتغيير نوعي بالنسبه للمجتمع الدولي وعلى راس الولايات المتحده الامريكيه لما تقول لي الامريكان ومتعين الخزانه الامريكيه تلاقوا مع علي الحبري نقول لك لا الان في تغيير نوعي لان لعند فتره قريبه البعثة الأممية والمجتمع الدولي ما كانش يتعامل مع المؤسسات المدنية اللي موجودة في الشرق وكانوا يعتبروا فيها موازية لآخرة هذا كله انتهى الان ما فيش حد عمليا يعني يتعامل بالاتفاق السياسي اصبح من الماضي فيش حد يحكي الان على شرعيه ولا جسم موازي ولا غ... هذا كله اصبح من الماضي بما فيهن الاتفاق السياسي بما فيها اسطوانه الاعتراف الدولي بحكم الوفاق اللي الغرياني يقول فيها 24 ساعه مفتي الارهاب الصادق الغرياني يقول والله نحن الاعتراف الاعتراف الدولي السراج ما درنا به شيء السراج ليش قاعد؟ لا عندنا وزارة الدفاع لا عندنا رئيس مخابرات، لا عندنا حاجة. الغرياني اللي مشكوك في قدراته العقلية، أكبر إرهابي موجود عندنا في التاريخ الليبي. منتبه للجزئية هذه. قاعد يقول الاعتراف الدولي نحن ما درناش به شيء. لكن طبعا عاد المجموعات المسلحة ما زالت عاد تقيس وتشوف. في لحظة معينة لما هي تتأكد وتقول والله الاعتراف الدولي هذا فعلا صفر، مش حنستفيد شيء. وإن السراج معاش أصبح حتى الحلقة اللي تربط بينه وبين المجتمع الدولي فورا ما عادش حتجد السراج ممكن تلقاه طالب لجوء في لندن ولا في اي مكان ثاني وعنده طبعا عاد الملايين اكيد لان عمره ما حد قال لنا كم راتب السيد فايز السراج وكم راتب السيد خالد المشري عمرهم اعلنوا من باب الشفافيه كم راتب الوزراء عندنا في حكومه الوفاق ولا في الحكومه المؤقته شنو هي رواتبهم ما فيش حد يعرف لكن المعتمدين في ليبيا الوزير راهو ياخذ في 14000 الوزير في ليبيا ياخذ في 14000 وكيل الوزير راهو في ليبيا ياخذ في 9000 بما ان الجهابي ذو اللصوص والسراقه والكولاسه اللي عندنا ما بوش يحكوا او نحكوها نقولوها للناس وللمواطنين الوزير ياخذ في خ... في 14000 في ليبيا 14000 دينار الوزير ليش عمري ما شفت وزير والله بشهاده الناس عمرنا ما شفنا وزير في ليبيا داير انجاز باستثناء النهب الممنهج باستثناء ورود اسمه واسم الناس متاعين ديوانة والمجموعة والشلة اللي معاه في تقارير المحاسبة ولا في تقارير الرقابات الإدارية بس حتى الناس اللي محيطين بالوزراء ومحيطين بالمسؤولين والله ما عرفناهم إلا عن طريق تقارير دواوين المحاسبة وتقارير الهيئات الرقابية مش حد يعرفهم عرفناهم إلا بالسرقة ما عرفناهم إلا بالفساد شوف السمعة اللي تركوها فساد في فساد ونهب القصة كلها فلوس في ليبيا فلوس وخلاص حنطلع فاصل وبعد الفاصل حنتابع اخر تطورات الواقع الميداني الواقع العسكري جنوب العاصمه طرابلس والمعارك قاعده مستمره بين قوات الجيش الوطني وبين المجموعات المسلحه المواليه لحكومه الوفاق فاصل قصير ونكون معكم من جديد إذا أهلا بكم من جديد وخلونا نمشي لشكل الواقع الميداني آخر تطورات الواقع الميداني الواقع العسكري والمعارك مستمرة بين المجموعات المسلحة الموالية للوفاق وبين قوات الجيش الوطني التابع للقيادة العامة للجيش الوطني وننتقل للواء أحمد مسمار الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني مع آخر التفاصيل وآخر أخبار الواقع الميداني وبالعودة الآمنة لمن يعالج منهم بالخارج And we pray for a quick recovery for those injury for those injured and a safe return for those uh, in treatment abroad. وندعو لكل المقاتلين الابطال الاشاوس الذين نحييهم اليوم uh, بالصبر والثبات والنصر في معركه الكرامه. And we pray for our brave fighters in the front lines of the Karama with patience and strength. وندعو للشعب الليبي بالطمانينه ولليبيا بالامن والامان. And we pray for the peace <coughs> for Libyan people and for Libya for security and safety. شعبنا العظيم متتبعي هذا المؤتمر له الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرفع عليكم تحيات سيدي القائد العام المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر وكل ضباط وضباط صف وجنود والقوة المساندة بالقيادة العامة للقوات المسلحة I bring the salute of the General Commander Marshal Khalifa Abu Qasim Hifter and all the officers in the NRC of the supporting force in the Libyan Arab Armed Forces. نلتقي اليوم في المؤتمر الصحفي الاسبوعي للقياده العامه ليطلعكم على كل جديد ولاطلاعكم على الموقف الميداني للقوات المسلحه العربيه الليبيه. We meet with you again in the weekly press conferences for the General Command to update you on all the ongoing of events and mobilizations. حسب ما وردني من السيد آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية الأمور ممتازة جدا القوات تحقق في إنجازات ونجاحات تعبوية كبيرة على كل محاور القتال As I was informed of the commander of the Western Region Military uh, Commands Room that things are going along extremely well and our forces are achieving great success in all aspects of mobilization. قواتنا المسلحة وكل وحداتنا والقوى المساندة أصبحت اليوم آ, تطبق في ما استفادت به من دروس آ, تعبوية في المعارك السابقة سواء معارك بنغازي، سواء معارك درنا، سواء معارك الصحراء. Our forces are now successfully implementing all the lessons learned from our previous battles, those who were in uh, Benghazi, in Darna, and in the desert as well. Uh, اليوم uh, تستكمل كل الوحدات على كل المحاور uh, في عمليات التقدم وتثبيت الانجازات السابقه. Now مسرح العمليات الذي اعلن عليه في السابق من مدينه سرت حتى مدينه زوارة في اقصى الغرب وكذلك الى مدينه غريان هذا المسرح العمليات الخاص بعمليات المنطقه العسكريه الغربيه. The operations theaters that we've discussed previously from Sir to Zwarah and including Garyan as well is the operations theater for all operations in the western region. هذه المنطقة الواسعة والتي يقاتل فيها أبنائكم في القوات المسلحة العربية الليبية يدل دلالة قاطعة أن القدرات العسكرية الليبية أصبحت قدرات هائلة وقادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن ليبيا وبأمنها وسلامة أراضيها. This wide, being able to cover this wide regions that your sons are fighting in or working in is a great indicator of the outstanding capacities and capabilities that the Libyan armed forces have reached and their ability to stop anyone that attempts to disturb its peace. And at the same time, there are other units that are chasing down terrorists at the farthest southern parts of Libya. في المنطقة المحصورة من سبها حتى مرزق ومن مرزق حتى أوباري وحتى منطقة القطرون في أقصى الجنوب بمحاذي للحدود التشاديه. From the, of Sabah to 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 right by the العمليات واسعة جدا ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى بدأت تتقلص أمام قواتكم المسلحة وأمام التحركات التعبوية وكذلك الضربات الاستراتيجية للقوات القوات الجويه This is a very uh, wide region but by the grace of Allah it has begun to shrink in front of your armed forces because of proper mobilizations and the assistance of effective air strikes القوات الجويه استطاعت فعلا uh, اثبات uh, نفسها كقوه قادره على تحقيق السياده على كامل الاراضي الليبيه The air force was capable to prove capable improving its strength and its control and air super superiority over Libya

في الشرق أو الجنوب أو الشمال. And it is always prepared and ready to strike any security threat, whether in the east, west, or south. قدرة هائلة تمرست على القتال اكتسبت خبرة كافية للتعامل مع التهديدات الأمنية وكذلك لديهم العزيمة والإصرار ولديهم القيادة الحكيمة التي توجه في هذه القوة نحو تحقيق النصر والقضاء على الميليشيات والعصابات الإجرامية. it is an immense uh, force and it's a powerful force, force that has gained a lot of experience in dealing with these security threats and they have the well power and the, lead, and the wise leadership to lead them to victory against these terrorist and criminal groups. بالنسبة للعمليات خلال الأسبوع الماضي ممكن نعود إلى خريطة العمليات. Now in regards to operations over the past week, let's look at the map here. يوم الأمس وحتى اليوم قواتكم مسلحة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق السيطرة الكاملة على منطقة العزيزية. Since the, uh, your armed has been steps area. الآن ضربات المدفعية uh, لقوات مسلحة تجاوزت منطقة العزيزية إلى مقر اللواء الرابع وإلى في أقصى الغرب أو uh, أقصى غرب العزيزية. Uh, headquarters of the 4th Brigade in kassarat area. تقدمت القوات من منطقة طويشة نحو كوبري الزهرة ونحو السعدية. The forces have advanced from Tariq Tuisha towards the Saadia uh, Bridge as well. ثبتت السيطرة على منطقة تليس أولاد تليس بالكامل. And has fully fully controlled the region of Aulad Tliss. من المعروف أن هذه الطريق هي الطريق الوحيد الذي يربط مدينة غريان أو الجنوب الغربي بطرابلس. It is known that this is the only way that is connecting uh, the south, which is Gharian, to Tripoli. كذلك يربط uh, عبر uh, كوبري الزهرة يربط uh, الزهرة بكوبري 27 على طريق الزاوية طرابلس. And it is also connecting Kubri uh, Zahra Bridge to the rest of Tripoli through Zawiya Road. وبالتالي القوات المسلحة اليوم أصبحت تهاجم في هذه المنطقة وتثبت uh, قدرتها على uh, حسم المعركة في هذه المنطقة لصالح بقية المحاور في حول طرابلس. Now the armed forces are continuing to attack this area and gain further control in it and proving its ability and its its ability to support the other axis in finalizing the control in battle of Tripoli. اليوم كل المحاور من الجرابول إلى وادي الربيع إلى عين زارة إلى الخلة إلى طريق المطار إلى خط الصواني الى العزيزيه بالكامل اليوم تشهد او شهدت اشتباكات قويه جدا وعنيفه وخاصه في محور العزيزيه All the accesses in the region here, either in Garabuli or the airport road or Suwani or Khalla or Lazizia, have been seeing a very extreme and heavy fighting. القوات الجوية اليوم قدمت إسناد بعدد من الغارات الجوية في كل المحاور. وكل طائراتنا عادت سالمه الى قواعدها. And all our have returned safely to their bases. وظهر علينا اليوم الاعلام المضلل والمطبل الذي حقيقه هو يخدع في انصاره بان هناك طائره تم في منطقه بالقرب من الوطيه. and uh, today the misleading and uh, media with their lies came and to deceive it, to deceive its own followers telling them that an airplane was shot down near al ولكن بعد إعلانهم بقليل نفس الطائره قامت بأربع طلعات قتالية فوق uh, او uh, But shortly after their announcements that the very same airplane uh, jet fighter came out and uh, performed four sorties. العزيمه متوفره للاستمرار في المعركه. The will power is there to carry on this fight. العدو يبدو او يظهر امامنا متشتت القدرات متقهقر اصبح يتراجع بشكل سريع جدا امام ضربات القوات المسلحه. The enemy is spread out in front of us. They are on the back foot and they are falling back. وكل ما لديه هو استخدام الاسلحه الثقيله طويله المدى. التي يقوم باستعمالها من داخل العاصمه وعلى تخوم العاصمه الجنوبيه. اليوم تم <applause> اسقاط الطائرة. طائره طائره تصوير صغيره كانت تقوم بتصوير وحداتنا في منطقه العزيزيه. Today we shut down a small to spy on our forces in Lazizia. وليست طائرة مسيرة كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي. And it is not a an drone as it was told on social media. إذا الموقف التعبوي يسير حسب الخطة الموضوعة وحسب تعليمات سيد القائد العام الذي يشرف شخصيا على كل كبيرة وصغيرة في هذا الهجوم. So the mobilization is continuing in accordance with the general commander's uh, directives, who is, who is personally overseeing every step of this operation. واعتقد ان الان عمل مرحله الحسم ما هي الا مساله وقت فقط وتحسم المعركه مع الميليشيات والعصابات الاجراميه في طرابلس. الحدث الابرز دوليا حقيقه ونحن نعبر هنا عن مخاوفنا من هذا الحدث هو المعركه القائمه الان

But here we want to show another side to this than the war on the on Syria. واقتحام أراضي عربية. And the attack on these Arab lands. وهو تخوفنا من الدواعش الذين هربوا من السجون أو تم إطلاقهم إطلاق سراحهم من السجون الآن وهم أعداد كبيرة جدا حقيقة وكذلك المتواجدين في إدلب وكذلك الخلايا النائمة في سوريا والتي الآن أصبحت في أيدي الأتراك. But we are also we are greatly concerned about the ISIS members who have been released from prison in large numbers who have who are uh, placed throughout the Idlib and Syria that have now fallen into the hands of the Turkish government's control. I think that the Turks will search for or Erdogan will search for places or safe places for these militias or for these organizations. وقد تكون ليبيا هي الدولة الهشة وخاصة مصراتة وطرابلس وزوارا توجد بها موانى وتوجد بها مطارات وهي مستعدة لاستقبال كل هذه العصابات الجرامية واستخدامها في قتال الشعب الليبي. nation and Zwara being that they are willing and have the capabilities of ports and airports to receive these individuals and use them to fight the Libyan people. هذه جريمة أعتقد أنها كانت في السابق <سؤال> لها مقدمات بنقل العديد مئات من الإرهابيين نحو ليبيا لكن الآن سيتم نقل الألاف وهذا خطر كبير جدا على ليبيا وخطر على المنطقة الإقليمية وخطر على الأمن والسلم الدوليين And this is a great crime that has a preface before in the transport of hundreds of terrorists into Libya, but now the numbers could grow into thousands which constitutes an actual and present danger for Libya, the entire region and in international peace. سنعطيكم الان بعض ملامح هذا الخطر حتى تكون الصوره واضحه لدى المتلقي، وكل مواطن الان يشعر بالمسؤوليه اتجاه حمايه بلاده وحمايه الوطن من هذه الشراذم. حقيقة هذا خطر لا يداهم ليبيا فقط بل يداهم حتى خطوط الملاحة في البحر المتوسط قطاع النفط في ليبيا تعمل في شركات أجنبية قطاع الغاز في ليبيا هذه آفة وفيروس دولي مضر جدا فيما لو وصل إلينا عن طريق أردوغان سيكون سيكون خطر كبير على مستقبل ليبيا.

صورة عن الواقع الميداني والواقع العسكري وتكلم على إسقاط طيارات مسيرة تركية طائرة تصوير وأيضا في نقطتين مهمة تكلم عليهن اللواء أحمد مسماري أولا الدور التركي في نقل الإرهابيين والذئاب المنفردة وما يمثل من خطر لما تكلم على مستوى محلي وما يمثل من خطر أمن قومي إقليمي للمنطقة وأيضا وما يمثل من خطر للأمن والسلم الدوليين وتكلم على موقف القيادة العامة للجيش الوطني من الغزو التركي لشمال سوريا وأدانوه وهذه نقطة مهمة نبغى نتكلم عليها في الدقيقتين الأخيرات قبل ما نختم حلقة البلاد الليلة كل الدول العربية وكل دول المنطقة وأغلب الدول الأوروبية أدانت الهجوم التركي والغزو التركي على سوريا وعلى الأراضي السورية وعلى شمال سوريا الجميع أدان ما عدا باستثناء حكومة الوفاق وفايز السراج وأستبعد أن فايز السراج يقدر يدين التدخل التركي والهجوم التركي والعدوان التركي على سوريا والعدوان التركي على الأكراد الجميع يدين إجماع موجود إجماع عربي إقليمي دولي على إدانة العدوان التركي وعلى إدانة المغامرة الأردوغانية هذه الإسلامية بتاعت أردوغان العالم كله قاعد الآن يتذكر في الماضي السيء والمرعب بتاع تركيا في مع الأرمن تحديدا مذبحة الأرمن أكبر جريمة تطهير عرقي في التاريخ ذبحوا قريب مليون ونص ارمني قبل مئة سنه اكبر جريمه تطهير عرقي قادوها العثمانيين ويقودوا فيها العثمانيين الجدد يبدو في هذا الوقت الجميع ادان باستثناء حكومة الوفاق هل يستطيع فيصل السراج الان أن هو يمشي في هالخط زي ما هو متعارف عليه موجود في العالم الان ويدين حكم أن عاد ليبيا من ضمن النسيج العربي ودوله موجوده في المنطقه لكن عدم إدانة السراج وهذا هو الغالب على الأغلب مش حتدين حكومة الوفاق هذا ربما حيزيد العزلة العزلة الإقليمية والعزلة العربية لحكومة الوفاق وما عادش تجد عندها إلا تركيا وبالمناسبة تركيا ليبيا حتى بالنسبة للأتراك والأردوغان مش من أولوياتها مش من اهتماماتها خصوصا في الفترة الجاية وربما هذا خبر حيكون خبر سيء بالنسبة لتحالف الوفاق مع المؤتمر الصحفي اللواء أحمد المسماري وصلنا إلى نهاية حلقة بلاد الليلة تحياتي أنا خليل الحاسي وأيضا تحيات فريق عمل برنامج البلاد نتمنى لكم أمسية طيبة